النظافة الشخصية، غسل اليدين، يعتبر الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية من أهم الممارسات التي يجب اتباعها ضمن الحياة اليومية باستمرار، وعليه يجب الالتزام بالآتي: غسل اليدين بالماء والصابون أهم طريقة للوقاية من الأمراض المعدية. نغسل أيدينا بالماء والصابون جيداً لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتنشيفها بالمحارم الورقية أو فوط نظيفة. نغسل أيدينا بالماء والصابون جيداً بعد استخدام الحمام، قبل وبعد تناول الطعام، عند السعال والعطس، عند ملامسة الحيوانات، بعد التعامل مع النفايات. نظافة الأسنان: ننظف أسناننا يومياً بالفرشاة والمعجون بعد الأكل وقبل النوم بواقع 3 مرات يومياً. نقلل من تناول السكريات والمشروبات الغازية ونتجنب التدخين لأسنان نظيفة. آداب العطاس والسعال: غطي الفم عند السعال والعطاس باستعمال المناديل الورقية مرة واحدة فقط، أو استخدم باطن الكوع. تخلص من المناديل في سلة النفايات. اغسل يديك بالماء والصابون جيدا. الاستحمام ونظافة الملابس: احرص على الاستحمام الجيد للتخلص من الجراثيم. استحم بشكل دوري. غير ملابسك الداخلية يومياً لتجنب الإصابة بالأمراض. النظافة تزيد الثقة بالنفس. النظافة عنوان الحضارة.